إذن كما نتابع مشاهدينا، أقيمت اليوم مراسم تشييع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من قصر قرطاج إلى مسجد أنس بن مالك في العاصمة، حيث أقيمت عليه الصلاة قبل دفنه في مقبرة الجلاز. وشقت مسيرة الجثمان شوارع العاصمة التونسية وسط تأهب أمني كبير الذي تابع مسيرة الجنازة. وأنزل الجثمان في القاعة البيضاء بقصر قرطاج بحضور عدد من الزعماء والقادة والملوك، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. من جانبها إذن أعلنت كل من الجزائر، موريتانيا، ليبيا، مصر، الأردن ولبنان أعلنوا الحداد 3 أيام، وشارك عدد كبير من التونسيين في وداع السبسي الذي تزامنت وفاته مع الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية العام 57. وصدرت أيضا الصحف التونسية مشاهدين بالأبيض والأسود، وأوقف التلفزيون الرسمي برامجه واقتصر الأمر على نشرات إخبارية. توازيا مع ذلك أيضا أعلنت الحكومة التونسية الحداد 7 أيام، ونكست الأعلام وألغت النشاطات الفنية في البلاد.